حزينة، هدموا أولاد اللائمة، خربوا الأحجار القديمة، رح نكسر عار جريمة ونبنيها بقوة وعزيمة، رح تبجى سوريا حرمة وحرسنو دولات العاصمة. الله أكبر، أم عبدو من جمعة لهلا هالجمعة هاي 10,000 فرقة بس أنا وياك يا ثلاثة أربعة شموع شموع. الله تعالى يا ربي دخيلك أبو عبدو، والله نعمت عيوني من تخيط الجرابات لك الشهد أبو عبدو الشهد، لك إنه لا بيرحموا لا بخلوا رحمة الله تنزل، لك اسمحوا لهالشعب يشتري مولدات ويبيع الكهرباء، منعود نحن منشترك بالكهرباء منرجع مثل ما كنا. يا الله الشهاد الشهاد، بس لا لازم إنه يكون شريكه واحد من الشبيحة. صوتك أم عبدولة تروحينا أنتي؟ بعدين مين قال إنه ما في مولدات؟ في مولدات بعدت شعر راسي وكلهم يعني للضباط والشبيحة، وبحطوا السعر على كيفهم، وإذا ما عجبك لا تشتركي. لك يا أبو عبدو إذا الحالة مطولة خلينا نرجع على المناطق المحررة، لك هنيك كل شي رخيص وكل شي متوفر وأمان وسلام وما حدا بيحكي معك نص كلمة. عبتقولي لي أمن وأمان وهالصواريخ وهالبراميل وهالصواريخ الفيل والراجمات والطيران الروسي والسوري ولسه عبتقولي لي أمن وأمان؟ إيش نسيتي إم عبدوك الرعبة نرتابة؟ إيه يا سيدي، العيشة هنيك أحسن من هون، هون كله قهر وظلم وفساد كمان، وبلفقوا لك تهمة يا أبو عبدو وبيشحطوك من بيتك وما بتقدر تحكي معهم ولا كلمة، بيرشوك فشك من ساسك لراسك وما في مين يوقفهم. دي لف الموضوع أحسن ما حدا يسمعنا، ما بتعرفي إن الحيطان إلها أذنين؟ مشان هيك عم بقول لك نروح نعيش هنيك، لا في لا حيطان ولا أذنين. عرفتنا كتير؟ لك الله يلعن اللي ببالي، نكدتي لي عيشتي. كمل حساباتك. عبدو؟ استني بشوي لك وعبدو، اسمع اسمع صوت يلي برا، اسمع ايش فيها ترى، لك اسمع. مانا على وطنش تعيش تنتعش، كني ام عبدو اهدي. لك شلون بدك يعني كني يا ابو عبدو؟ صوت طلع على الدرج، لك عم يطلعوا لفوق ليقوم، لك ابو عبدو فوق بيت جارتنا مأمنين فيه اليوم حرامية. يعني مين في حرامية غير اللي ببالي بالي؟ يا ربي ايه شو نعمل ابو عبدو؟ مالنا علاقه، خلص قوموا والله يدقوا فيني احتياط. لك يسمعوا على هالسمع، قال نحن مالنا علاقه، لخلينا نشوف شو عم بصير على الاقل. قوموا ابو عبدو. حسبنا الله ونعم الوكيل، منين تجينا هالمصايب ما بعرف. شباب خير ايش في؟ خرد فوت سكر الباب. ايش تدخل وسكر الباب؟ مو نحن لازم نشارككم معركة ضد الارهاب؟
ايه؟ خليني اكمل. ايه صحيح ايه والله؟ مظبوط ما تحكي، بس حلق رحنا جاي بحالة انسانية، فوتي سكر الباب. حلو كتير، انتوا كمان قلتوا لنا لازم نشارك بالاعمال الانسانية. دائما السرياتي بتبعت على الموبايلات ارسل رسالة لإغاثة الشعب السوري 250 ب 500 وب 1000 كمان. ايه انا عم بحكي صدق ابو عبد الله. طيب يا رفيقة مثل ما بدك، هيدي وحدة ناس حاجة من طرطوس، وإذا بدك تساعديها اعملي العشاء. ايه يلا لك، الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. بدي تدخلي مع تخرج. ايه لك استنى شوي ابو عبدو، بس يا خاي طرطوس ما فيها شيء، كلياتها امن وسلام عندكم. ابو عبدو لا تروحينا لك، انت ما بحنا لك العيشه الا لا تروحينا لك، لا تتدخلي شيء ما بخصك. كم مره قلت لك نحن ما لنا علاقه ما لنا علاقه. لك يا ابو عبدو يا ابو عبدو لك سمعان شو عم تحكوا؟ قال هي العيله نازحه من طرطوس، كم قلنا كلامها بفوت الواحد ب 100 حيط. حد علمنا انه طرطوس كلياتها بايدين وشبيحه، يعني شو هاد؟ الله يا ابو عبدو ورا هالكلام في الغز. كده يا علاء من طرطوس وجاي لعنا. ليش بطرطوس في شي؟ انا حسب علمي طرطوس ما في شي، يعني كلها شبيحة. عطوني رأيكم. قال هي نازحة من طرطوس وجاي لعنا. ليش بطرطوس في شي؟ انا حسب علمي طرطوس ما في شي، يعني كلها شبيحة. عطوني رأيكم. ايه والله يا ام عبدو يا أم عبيد، إيه وإذا كانت نازحة من طرطوس يعني، وإذا إيه شلونك أم حمدة، شلونك أم بكري، إيه شلونكم يا صبايا؟ يا عروسي طرطوس ولاد إيه بس. طب خيتو أم عبدو نحن إيش دخلناه؟ خيتو والله نحن منحبهم كلياتهم كمان، بس أم عبدو عندك ما يعطشت. إيه وإنتي أم حمدة شو رأيك؟ شو؟ إيش أنا أم عبدو بدي أسألك إيش اليوم مشان يعني دفع الكهرباء والمي؟ لك إيش بكون إيش بكون يا جماعة، ليش خايفين؟ والله خوفتوني، إيش فيه حكينا؟ لك والله يا أم عبدو نحن ماشيين حيط وحيط ونقول يا رب استر، بقى ما بدنا هالحديث مشان الله. آها إيوة إيه مشان هيك أنا عم بقول إنه نطلع نزور جارتنا أختي، هاي بنت الوطن الغالي الوطن العزيز، يعني ما بيصير يعني حرام أرمل الجوزة مستشهد، يمكن مستشهد بطرطوس. إيه إيه والله هاي بنت وطن لازم واجب الوطن. إيه والله لازم نزورها. يلا تفضلوا. يا رب. جيرانك وجينا نطمن عليك ونشوف ايش لازمك نعني. اهلا وسهلا فيكن، بس جوزي هاون ما فيني فوتكن. جوزك؟ بس انن قالوا لنا انه انتي هارمله ويعني نازحه من طرطوس. ايه مزبوط حبيبه قلبي، انا ارمله ترملت من اسبوع وهلا زوجت واحد تاني. واحد تاني؟ لك تسلميني على العشات، مثل هدول المؤثرات بيطلعوا من التلفزيون. خيتو ده أسألك أنتي من وين؟ أنا من لبنان. بعدين شو بكم هيك بتطلعوا فيه؟ يلا يلا كل بدي عشان شغلة من المطرود. لا هي عندك شو تحبيت هالمرة؟ لك هي موديلها مثل هدول اللي بيطلعوا
البرنامج هرب مايكل. هرب مايكل؟ نطق بدري. تخلي هرب ايدل. لساي هرب. لك هو هرب ايدل يا بنات. تعرفوا يا بنات، هدول نفس جماعة لبنان اللي اجوا مشان يدافعوا عنا ويحمونا. خيطو، انا بدي اروح على بيتي، يعني اذا اجى جوزي وما لقاني ده يعمل لي مشكله. خيطو انا ريحه. يلا سلامتك امبتي. يا يومي انا عبدش اتاخرت عن بيتي. يلا سلام، انا ريحه. الله يقدرنا على فعل الخير. امين. لك شفت شلون طلعت معكم اطمن على رفاقنا بهالوطن العطاء؟ ايه والله منيح. انا كمان طلعت اطمن على البيت، قصدي على المخلوقه يعني. لك على وقت تطمني على حالك يا ام عبدو. الله يحمي وطننا. قولوا امين. امين. نعم ابو عبدو. يا ابو عبدو الله يوفقك، اشتركنا بامبيرات. والله هيك شموع يعني كله غم بغم. لك ايش بدك احلى من هيك جو رومانسي؟ لك رجعونا للعصر الحجري الرومانسيات. ولك شقي بزر شقي. لعمة يا ام عبدو، صايرين كتين 15,000 بهالجمعة. ايش بك ام عبدو؟ خف ايدك. اخف ايدي انا؟ انا ايش الي؟ انا اللي عم بجيب الغراض ولا انت؟ لك صح انا عم بجيب الغراض، بس حاجة تنقي كتير وتطلبي طلبات. ايه خلاص. لك هدول جيراننا الفقرة الفقنة، مو اساس فقرة وما معهم نقلة. نلن هالكهرباء وهالمسجلة صايرة على الدنيا. بعد ايش هالاغاني الغريبة؟ والله يا ابو عبد هدول لا طلعوا لا سوريين ولا شي، طلعوا من لبنان ما مثل ما قلنا الجيش. بس هاي المخطوبة يلي فوقنا ترملت من اسبوع وهلا اتجوزت. شلون ترملت من اسبوع وهلا اتجوزت؟ طيب والهدة؟ لك اترك على ربك، هاي طلعت من جماعة يلي ما عندهم لا عدة ولا حتى فك براغي. ايوه وانت منين عرفتي؟ ابو عبد ما تزعل مني ها، بس كان لازم اطلع لفوق على البيت اطمن عليه. امتنا عليه يوم صبحي يعني ما بقدر ابو عبد. لك انت ما بهنالك عايش الا اذا وحدينا. لك ما بتعرفي هدول ما في بقلبهم جنس الرحمه، لك بسوونا شاورما ولحمه. خلاص خيتو، هقولك الحكايه صار بدي رجعه على المناطق المحرره. بابا يمشي الوضع هون. لك ابو عبد ما بدك كل هالقصه. خلص ابو عبد طب يلا نستخلص. الله حبك. يلا كمان. لا بعرف انا شوف نطلع الموضوع. لا دقي لك خليك كبير كمان. يا حيف عليك يا ابو عبد، حيف عليك من الجيل. انا اي ما اطلع هون. يا وين اخذين هاي الشاشه يا شباب؟ خارم عبدو مين عم عيط؟ وطي صوتك ابو عبدو، وطي صوتك. ما بعرف يا ابو عبدو، بس عم يطالع الافلام علم ولا جوز المخلوقه. مين هاد؟ كيش بعرف يا ابو عبدو؟ في شي انا ما عم بفهمه. ايش الشي اللي ما عم تفهميه؟ لك قال لي العسكري انه قال هو عم يطالع الافلام علمه. إيه بس انا شفته عم نزله. بعدين مين معلمه مين جوز المخلوقه؟ والله ما بعرف يا ام عبدو، انا دايما بشوف البيت ضابط داخل ضابط طالع، بس مين جوزه الله اعلم. اذا نحن ايش لنا علاقه؟ طنش تعش تنتعش. ايه انت هذا الشاطر في كل بزر كل باكل. والله لازم اعرف شي بحط الاعل بالكف، بدي اعرف. طيب هالبزر على فكرة ها، صارت كل مصاريفنا بزر وشمع. إذا ما لي خبر يعني خففي حاطبة بعد البزر بسمي. فكرة ها، صارت كل مصاريفنا بزر وشمع. إذا ما لي خبر يعني خففي حاطبة بعد البزر بسمي. ابو عبدو يا ابو عبدو ما بطلعي شغلك، حط فيسبوك على الفيسبوك. يا بنت الحلال اسمه فيسبوك. بعدين ايش بدك يعني اشتغل؟ ما بتعرفي انه
بلموا احتياط. لك يا ابو عبدو عم بلموا الشباب مو الخطايرة يلي متلك. خطايرة؟ عفوا اشمالنا مع بين عينك. بعدين بلموا الاربعين والخمسين والستين والسبعين كمان. طب يا ابو عبدو خلينا نروح على المناطق المحررة، هنيك لا في احتياط ولا شي وكله رخيص وكويس وامان وما حد بيحكي معك نص كلمة. هيك قولتك؟ ايه هيك قولتي. يا اجو قلتلك هبلمو احتياط، قلتلك هبلمو احتياط. يا ابو عبدو قوم افتح قوم. يا ابو عبدو الله خليك قومي انت افتحي، ما بتعرفي ظهري عم بوجعني. ابو عبدو ظهرك عم بيوجعك، انت شاب. ايه انا شاب والله، ده فرجيكي شلون شاب. ايه يلا. مين؟ مين؟ يلا. مين؟ مين؟ شاب. خير مين؟ اهلا بالشباب، خير ايش بتكون امره؟ جالكم اللي فوق بدل فكر وايك عشان تقلي باين. ايش خيا؟ ايش بدها الخانم؟ لا قرين، ولك هذا الصندوق اللي بغلي من جوا من برا سقعان. كمان ما فهمت ايش هاد؟ ايش بابا تفهم بدها هذا الميكروويف تعال تسخن الاكل؟ ايه قصدك الميكروويف؟ ايه ضيع سوري. ام عبدو جارتنا اللي فوق بدها من عنا الفكر وايق. سلام قولا من ربي الرحيم، ليش هيك عم تقاقي؟ اشو قاقي ما قاقي؟ عم اقول لك انه جارتنا اللي فوق بدها من عندك الفكر وايق. شو قصدك بالفكر وايق يا ابو عبدو؟ قصدي بدها من عندك الفكر وايق، قصدي الميكروويف. لك شو هذا ابو عبدو؟ شو هاي الجارة؟ لك الجيران بيستعيروا طنجرة، لك ملح ملح، لك طولي تأجي، مو ميكروويف؟ هي لك وطي صوتك لا تروحينه، عطي الميكروويف اسرع، نحن ما عنا كهرباء، هي مشتركه بعشرة امبير، خليها تقلي بيض. هي خده هو بالمطبخ روح. يلا ايه خد خد هذا هو. ما عم بشوف شيء. وعبدو نمت شيء؟ ايه نمت. نمت ومين عم يحكي معي؟ ما بديش هسه انا اشيل الضو من وجهي. ايه نمت. بدك تريدي يعني احط ايدي على المصحف واقول لك نمت؟ لا خلص صدقت. يا الله ابو عبدو، ايش هالصوت؟ ليك ابو عبدو بدي اعرف ايش عم بيصير. نايم. هوب هوب هاي وين اخذين هذا الميكروويف؟ خلي ادخلي يا جوا طالعين عند معلم. يعطيك العافيه. ياخذوك احتياط. لك الظاهر جيراننا اشتروا ميكروويف. يا فس ميكروويف، نخنطق منطق بكبرت عنا اكيد ميكروويفنا، انا متاكده انا على هالصدفه نفس ميكروويفنا. خلصتي؟ ايه مع الدور رططيني ورعبتيني كل هالرعبه مشان تقولي لي والله الجيران جابوا ميكروويف جديد. لك ايش اسوي؟ قط الحوري قط الحوري. خلصتي ياخذوك احتياط. يلا اشوفي عليك يا ام عبدو. والله بس يجي ام عبدو بده ينبسط. نطيب احدا مشان ما نحتلق. فكني اجا. اهلين ام عبدو. شو الطيبه يا ام عبدو، دوختيني بريحته. تحري
علي شكش تنجح معك. اي أيوة والله. بس ابو عبدون انا طلع هاللحمه شامت، انت جبت لي ربع كيلو. لك معلش نعمه. الحمد لله. تعرفي يا ام عبدون؟ ما بخطر ببالي فكره. شو؟ ناخذ العيل اللبنانيه خلي تدوق ملوخيتنا. اي والله يا ابو عبدو، خلي تعرف الشعب السوري وكرمه، وبلكي كمان هي تتذكر تعطينا الميكروويف. يعني يلا سويها، شو تضيلا استوي؟ ما ضيلا كثير يا ابو عبدو. يلا ابو عبدو هلا اطلع معي مش هتشيل الميكروويف، انا ما خج اشيلها. اي يلا. وانا ما خج اشيله. اه يلا ابو عبدو تحت الله يخليك. والله وطي. جرت الغاز صارت 7200. خلاص يا ابو عبد جيب لنا ببور، خلينا بقى نخلص. يعني ايش نسوي؟ Yeah.